مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج استوديو تيك بلشت. حلقتنا اليوم رح تكون مليانة ابتكارات، إنجازات تكنولوجية، وجولتنا رح نبدأها بفقرة تكنو ونتعرف فيها على روبوت بيقدر يهرب من أي مكان بسبب ميزة موجودة فيه، وكمان رح نتعرف على روبوت بلش مهامه بتعليم الطلاب ونشوف أحدث سيارات كوكب اليابان بسنة 2023، بالإضافة لأحدث التقنيات حول العالم يلي رح نشوفها بجولتنا. أما جولة الأوتسايدر رح نعرف شو قصة الكويكب يلي اقترب من الأرض، وكمان شو قصة الدوامة يلي ظهرت فجأة بالسماء، والختام بفقرة فلاش يلي رح ناخدكم بجولة سريعة على مختبر تكنولاب ونعرف تفاصيل كتير عنه. كل هاد بحلقة اليوم من استوديو تيك. ومثل العادة البداية مع فقرة تكنو. انتشر فيديو على الانترنت لروبوت جديد، وهيدا الروبوت بيتمتع بقدرة خارقة وهي الهروب من الزنزانة عن طريق تحويل نفسه من الحالة الصلبة للحالة السائلة. كيف؟ رح خبركن. فريق العلماء من الجامعة الصينية بهونغ كونغ استمدوا فكرة هالروبوت من الكائنات اللافقارية وصنعوا روبوت بيقدر يتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة وبالعكس كمان بأقل من 3 دقائق. تم صنعه من جسيمات مغناطيسية دقيقة من عناصر النيوديميوم والحديد والبورون المغمور بالغاليوم. أما درجة حرارة انصهار المادة الناتجة هي 29.8 درجة مئوية، وتمكن العلماء خلال التجارب من تعليم الروبوت الحركة ونقل الحمولة، وتمكن هالروبوت بالحالة الصلبة من نقل حمولة أكبر من وزنه ب30 مرة.
هو عبارة يعني بالمختصر عن مختبر، وظيفته الأساسية دعم واحتضان المخترعين، أصحاب المشاريع التقنية، رواد الأعمال التقنيين، أي شخص عنده فكرة مشروع تقني حابب يشتغلها، يفتقد لبعض الموارد مثلا أو يفتقد لبعض النصائح لبعض الإرشاد، فهذا المكان حيكون مكان مناسب له لحتى يشتغل على مشاريعه. المشاريع اللي حتكون جوات المختبر هي شقين، مشاريع أكاديمية ومشاريع ربحية أو ريادية للأفق تبع، مثل مشاريع التخرج على سبيل المثال، مثل مشاريع الجامعة، أو لا حدا عنده باله فكرة مشروع ربحي بده يعني يشتغل بروتوتايب ويبيعه، فهو هذا المكان المناسب المتوفر فيه المعدات لحتى هو يساوي النماذج الأولية عن مشروعه التقني والتقني إجمالا. الشق الأول هو شق الهاردوير اللي فيه العتاديات بالمعنى الحرفي تبع القصص اللي بتمسك، يعني بتبقى فيها دارات، بتبقى فيها محركات، حساسات. إجمالا أكثر شيء بالمختبر بالهاردوير نحن هون عم نشتغل على شغلتين. الشغلة الأولى والكبيرة اللي أخذ الشق الأكبر اللي هي الروبوتكس، أي تطبيق من يعني لأي أفق من أفق الروبوتكس فنحن عم نشتغل فيه، إن كان الروبوتات الموبيل المتحركة مثل اللي شفناه من شوي أو الروبوتات الأذرع اللي بتجي ثابتة. الشق الثاني اللي هو شق الدارات الإلكترونية والدارات الكهربائية، بتشمل كثير يعني مجالات ومسارات مثل دارات التنظيم، دارات الوقت والساعات وهي القصص البسيطة، لحتى ما نمشي فيها لقصص أعقد. هي الهاردوير. السوفتوير هو هذا البحر اللي بيفتح حرفيا. عندنا مسار تطوير برمجيات فرونت اند باك اند، عندنا مسارات تحليل البيانات، مسارات يعني عم نحاول نشتغل عليها اللي هي مواضيع تعلم الآلة وشوي صغيرة AI، يعني هي شوي بعيدة علينا. تقريبا اشتغلنا مع كل الفئات العمرية، ما صار لنا زمان اشتغلنا مع فئة اليافعين. نحن عم نحكي عن طلاب ببلش عمره من الصف الخامس تقريبا، كان عندنا هيك نية وهم انه نشتغل على طلاب اصغر شوي، بس كان لازم بهذا المشروع تحديدا اللي هو كان اسمه الار اف جي تكون الاعمار شوي متقاربة. الار اف جي مثلا هذا اللي اشتغلناه مع اليافعين كان هو هاكاثون روبوتكس، اجوا اليافعين واشتغلوا فيه مشاريع روبوتكس ريادية ليحلوا فيه اهداف التنمية المستدامة. مثلا احد المشاريع كان روبوت بيزرع، روبوت بينقي الانهار، روبوت بيوصل الأدوية جوا المستشفيات، هي كلها كانت شغل يافعين. هسه كمان عندنا فئة الجامعيين يلي هن بيشتغلوا مثل ما قلت مشاريعهم الجامعية، وأشخاص ممكن يكونوا حتى مقطعين المرحلة الجامعية، هن عندهم فكرة مشروع ربحي وحابين يساووا النموذج الأولي أو لا حتى يبلشوا ينطلقوا بمشروع. من الخدمات الثانية اللي بيقدمها التكلابي هي المسارات التدريبية، إن كانت طويلة ولا قصيرة. نحن هلا ماشيين بمسار تدريبي، مسار تطوير برمجيات باك إند، ما صار لنا كمان فترة مخلصين مسارات تدريبية قصيرة. عملنا تدريبات روبوتكس، عملنا تدريبات دارات، تدريبات 3D ديزاين. بهي التدريبات كمان كان في يافعين وجامعيين، يعني كانت الفئات العمرية متنوعة حسب الطلب وحسب الحاجة. نحن اشتغلنا بدمشق وبحلب وبحما. اللابات الثلاثة والمختبرات الثلاثة هي بتحمل نفس الشكل من ناحية التجهيزات والعتاد الموجود فيه، من ناحية الكونسبت الأساسي اللي عم نحاول نوصل فيه مع المستفيدين، ولكن طبعا كل محافظة أو كل منطقة بيكون لها خصوصيتها بنوعية التدريبات المطلوبة، بنوعية المهارات المحتاجة جوات المنطقة، حسب كل محافظة بشو هي بتشتهر أو بشو حاجة السوق اللي موجودة فيها، وهون بتبلش تختلف التدريبات المقدمة هناك. هلا حاليا هذا الروبوت هو الوظيفة النهائية تبعه نحن نحطه بمكان استقبال، فحيكون عم يفتل بأرضه ويحكي الكلام اللي بدنا اياه، تمام، انه اهلا وسهلا شرفتوا. هو مؤلف من جزئين المشروع اللي بدنا اياه. اول شيء هي دارة القيادة اللي بدها تخلي الروبوت يمشي يفتل، تمام، والقسم اللي بدنا نحط الصوت فيه كرمال يطلع الصوت ويحكي. احنا واصلين لهون للمرحله انه يفتل، تمام، مثل ما حنشوف هلا، فهو عم يفتل كرمال نخليه يصير يحكي وشي بدنا اياه. فاحنا بحاجه هي القطعه اللي هي موديول ام بي 3، تمام، قطعة بسيطة، بتحط الصوت اللي بدك اياه على الكرت الذاكرة، بتحطه هون، بنحط هاي القطعة على التيست بورد الموجودة هون تبع الروبوت، تمام، وبناخذ منها الأسلاك اللي بدنا نعطي الأمر من خلال هاي القطعة اللي هي الأردوينو اسمها أو هي العقل تبع هذا الروبوت، تمام، تطلع الأوامر منها لهي القطعة. هاي القطعة بتطلع الصوت على هذا السبيكر اللي شايفينه هون، ممكن نحط سبيكر اكثر اذا بدنا الصوت اعلى. فهذا المشروع ببساطه، لا قادرين نطبق كثير مشاريع، ولكن حاليا هذا المشروع اللي عم طبقه. انا الفكره تبعي كانت انه روبوتات في منافسه بيناتهم ككره قدم، يعني شو يعني منافسه كره قدم؟ يعني هو اكثر شيء هلا انه انت اذا بدك تجذب الاولاد لك، يعني انه تعطيهم شيء علمي وتحببهم اكثر شيء كمان بشيء، يعني انه كتفوت تسلايه بالمتعه تبعهم. فانه هذا الهدف انه انت تروح تصمم انه روبوتات يلعبوا كره قدم.
النقطة فيهم الأساسية إنه لازم تكون موجودة فيهم إنه يكونوا متناظرين، يعني هن وقت بدهم يلعبوا كفريق بفريق فإنه لازم يكونوا متكافئ هذا الفريق مع هذا الفريق، فهي أول نقطة أساسية موجودة عندنا بالروبوتات إنه هن لازم يكونوا متكافئين. هي الروبوت عنا أكيد لا حيلعب إيده ولا حيشوط برجله، فهي هي الأساس تبعه إنه هو يحرك الطابة من خلاله. مثل ما قلنا الفريق فهو حيكون متنافسين، فنحن طبعنا له مثل هالقطعه عن طريق الطابع 3D مثل ما هلا هون عم يشتغل وعم يطبع فيها مشان هو يحرك الطابه من خلاله. والمتعه الثانيه انه عملناها فيها انه هي عن طريق قطعه بلوتوث، عشان انت تقدر تتحكم فيها عن طريق موبايلك، يعني بصير مثل شلون مثلا بلاي ستيشن بيلعبوا فيها وكذا، فهي نحن بنركب لها قطعه بلوتوث وتنزل البرنامج عن موبايلك وبتصير بتحرك الروبوت منك، فبتصير منافسه عن جد فعليه بين الاطفال يعني، وتكون انت فوتت فيهم القيمه العلميه، انه انت اكيد وقت بدك تعطيهم النتيجه النهائيه فهن تكون المتعه تبعهم انه يصمموا بعدين ينفذوا ويشوفوا. هلأ صار وقت ودعكم لأنه حلقة استوديو تيك خلصت، وما تنسوا فيكم تحضروا الحلقة بالإعادة بكرة الأحد على الساعة 1 الظهر، كمان فيكم تحضروا الحلقة عبر حساب قناة سما الفضائية على اليوتيوب إنستغرام وفيسبوك. شوفكم السبت الجاي وبنفس الموعد وبحلقة جديدة.